السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مسابقة الأوقاف الرمضانية الأولى في اليوم 21 من رمضان. السؤال: نعرف أيها الأحباب أن الشعراء يتحدثون في المدح وفي الذم وفي الوصف والغزل والهجاء وغير ذلك، إلا أن هناك صحابي جليل لقب بشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: من هو هذا الصحابي؟ أكرر، من هو هذا الصحابي شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتمنى لكم الإجابة الطيبة، وأتمنى لكم كذلك فطورا شهيا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا إن شاء الله. بارك الله فيكم وفي أسماعكم، وجزاكم الله كل الخير.